الخبير القانوني قال أيضا أن مذكرات القبض التي أصدرها القضاء بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع صائبة وسليمة لأنهم متهمون بقضية عقوبتها الإعدام، مضيفا أن تلك المذكرات لا تعني إدانتهم. قرارات القضاء قرارات صائبة وسليمة وموافقة القانون، سبب ذلك يكمن أن هذه تهم والتهم الموجهة عقوبتها الإعدام، فلا بد أن تصدر مذكرات قبض، ومذكرات القبض التي صدرت مذكرات قبض أصولية مثل حالة القتل، تقول واحد ارتكب جريمة قتل، فلما تقول ارتكب جريمة قتل القضاء يصدر رأسا مذكرة قبض، ما يصدر مذكرة تبليغ ولا مذكرة استقدام، لماذا؟ لأن التهمة عقوبة الإعدام وتبقى هي تهمة وليست جريمة، وللقضاء القول الفصل بذلك. هذا لا يتعارض إطلاقا مع الدولة ومع الدستور ومع قانون الجنسية العراقية، فكل له مجاله وكل له تطبيقه، والإجراءات اللي قام بها القضاء قد تنتهي إلى نتيجة معينة وقد تكون خلاف ذلك، لا سيما وأن حالات زيارات كثيرة حصلت إلى إسرائيل من شخصيات مسؤولة كما تنشر وسائل الإعلام وبكثرة، ولم يترتب على ذلك أثرا قانونيا.